بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث ان شاء الله والاخير في شابتر الايمج بروسيسنج، هو مقدمه عن الكونفليوشنال نيورال نتوركس اللي احنا اوريدي اتكلمنا عنها قبل كده في المستوى الاول في الاتش سي اي اي. الاتش سي اي اي الكونفليوشنال نيورال نتورك اللي هي السي ان ان، هي عباره عن فيد فورورد نيورال نتورك، تمام، بتتكون من مجموعه من النيورونز، تمام، ومجموعه من اللايرز، وكل لايرز عباره عن مجموعه من النيورونز زي ما احنا عارفين. وهي السيكونس بتاعتها ان الايمج بتخش كانبوت، بتخش على كونفوليوشنال لاير بتعمل فيتشر اكستراكشن، والبولينج لاير بتقلل الدايمنشناليتي بتاعت الصوره طبعا عشان بيبقى حجم الصوره ضخم جدا وبيحتاج يعني عدد من النيورونز ضخم جدا. يعني مثلا لو قلنا صوره 200 في 200، فلو هي مثلا ار جي بي يبقى 200 في 200 في 3 هيبقى رقم ضخم جدا. فلما تيجي تشتغل الفولي كونكتد هتلاقي يعني عدد كبير جدا من النيورونز، فيحتاج بروسيسنج اليمنت، بروسيسنج باور عاليه جدا، وهياخد وقت كبير جدا في البروسيسنج. ففي السي ان ان بنعمل بري بروسيسنج، بنعمل فيتشر اكستراكشن في الجزئيه اللي في الاول، والجزء اللي في الاخر بيبقى اسمه فولي كونكتد، هو ده الكلاسيفاير في الاخر اللي بيكلاسيفاي الصوره لكاتيجوري معينه، تمام. اثناء مرحله الليرنينج احنا بس بنحاول نجيب افضل ويتس وبايس للنيورال نتورك، بعد كده بيخش لها انبوت تقدر هي تعمل له كلاسيفيكيشن. الكونفوليوشنال لاير انت بتاخد الانبوت الايمج بتاعتك وتضربها في الكيرنل. الكيرنل دي يا جماعه اللي هي الفلتر او كان بيسموه تمبلت، تمام، اللي هو بيعمل ويندو سكاننج كده على الصوره بحيث ان هو يضرب الفلتر في قيم البيكسلز اللي تحته، بعد كده يجيب السبمشن والفلتر ده يتحرك على الصوره من اولها لاخرها زي ما احنا قلنا قبل كده. وده مثال بسيط كده بيقول لك ازاي بيتم حساب لو عندي ايمج 5 في 5 وفلتر 3 في 3 والباس بزيرو، هتبدا تضرب الواحد في الواحد والزيرو في الواحد، يعني ده الفلتر ده هينطبق على اول 9 بيكسلز في الصوره ويجيب قيمه واحده هنا. مش عارف بقى هو يبقى موجود اهو. لما نضرب الفلتر في اول 9 بيكسلز جاب 4. اظن ان هو لو السلايد مكمل هيتحرك، يعني على حسب بقى السترايد لو تفتكروا بيتحرك 1 بيكسل ولا لا، ولا 2 بيكسل ولا ايه بالظبط، على حسب السترايد. السترايد لو بواحد هيتحرك بيكسل واحد، فهيشفت عمود واحد يخش على اللي بعده ويجيب القيمه اللي هنا، يخش على اللي بعده يجيب القيمه اللي هنا، يخلص الصف ده يخش على الصف اللي بعده وهكذا لحد ما يخلص ويطلع لي الفيتشرز في الاخر في المربع ده، تمام. طبعا الكونفليوشنال لاير بقى بتعمل ايه، والفيتشر ماب والسايز والحاجات دي كلها، والسترايد والبادنج. طبعا لو احنا ما استخدمناش البادنج حجم الصوره هيقل، لو استخدمنا بادنج حجم الصوره هيظل زي ما هو ممكن يزيد. طبعا البادنج ان احنا بنحط صف وعمود من الاصفار عشان البكسل ده بيتظلم نتيجه ان هو الفلتر بيعدي عليه مره واحده، فلما حطينا بادنج بيعدي عليه تقريبا كذا مره، بيعدي عليه مرتين او ثلاثه، تمام. مش متذكر قوي عدد المرات، تقريبا 3 او 4، عشان لو في فيتشر او في حاجه مهمه في البيكسلز اللي في الايج دي يبقى تاخد حقها في السكاننج اللي بيتم. فده شرح الجزئيه دي، ده تعتبر كله مراجعه على اللي فات يعني. طبعا لو انا عندي اللي بيطبق بالفعل اكتر من فلتر او اكتر من كيرنل، تمام. طبعا لو انا عندي الصوره بتاعتي 3 شانل، فالكيرنل هي كمان هتبقى 3 شانل، وعلى حسب بقى انت شوف انت هتعمل ايه. فنفس الكلام احنا برضه قلناه المره اللي فاتت. طيب بيقول لي ايه انفاريانس الايمج، انفاريانس يعني ايه ايمج انفاريانس؟ بيقول لي انفاريانس مين ذات، انت عندك اوبجكت في الصوره مثلا كان بي ريكوجنايزد، يعني تقدر تدركه even when its appearance varies in some way. يعني مثلا عندي اوبجكت اهوت، لو بلوكش ده الاوبجكت ده في شمال الصوره مش مشكله، في المنتصف ما يضرش، في اليمين ما فيهاش مشكله، بالعرض باي شكل صغرته كبرته مش عارف ايه، هو في الاخر هيتم الريكوجنيشن بتاعه ان هو اوبجكت معين يعني اهو. The figure on the right contains many views of the same status.
a well-trained neural network can recognize that the object appearing in all images are the same. يعني هو نفس الاوبجكت. وده اللي بنعمله في الاوجمنتيشن يا جماعه. ان احنا ممكن نعمل روتيشن، زومينج، ترانسليشن، الحاجات دي كلها واللي بيديني برضه نفس الاوبجكت. Even so, the actual pixel values are different. Invariants play an important role in image recognition. طبعا اكيد. زي ما قلنا كده في الايه؟ في الاوجمنتيشن احنا بنعمل فاريشن في الصوره ولكن بيتم في الاخر ان احنا بنريكوجنايز دي على انها نفس الاوبجكت، مش اي مشكله يعني. طيب في الفيجر ده in the left the dots in orange can be considered as a wall which represent an object. تمام اللي هي دي. We know that the same object appears in every image even so the object position are different. كويس لو الاوبجكت اللي هو المكان بتاعه البوزيشن بتاعه اختلف بس هو نفس الايه؟ نفس الاوبجكت. If a feed forward neural network is trained to complete the task as shown in the right figure the three dimensional tensor of the image will convert it into a vector. يعني نخلي بالنا ان احنا لو تفتكر برضو ان في اخر مرحله من الكونفليوشن والبولينج لما نخلص الكونفليوشن والبولينج خالص اخر مرحله فيه ان احنا بنعمل ايه؟ فلاتن. فالفلاتن ده بياخد التو دايمنشن بيخليها ايه؟ فيكتور في الاخر. فبولي ذا ايمج هو ويتس وهايت ودبس 5 في 5 و1 ريسبكتيفلي هيكونوا كام في الاخر؟ ويل بي ديسبلايد از 25 دايمنشنال فيكتور. اللي هي 25 دايمنشنال فيكتور يعني هيبقى 25 قيمه في 1 دايمنشن في فيكتور واحد. اند ذا فيكتور از يوزد از نيورال نتورك انبوت. طبعا زي ما احنا قلنا بعد ما بنعمل فيتشر اكستراكشن زي ما قلنا من شويه بنعمل فلاتن. فالفلاتن ده بيديني فيكتور فخلاص الفيكتور ده فيه القيم اللي احنا قلنا عليها. وين اوبجكت بوزيشن ار ديفرنت ان ديفرنت ايمجز ذا كونفرتد فيكتورز ار ديفرنت which makes it difficult to train the network. فده هيعمل شوية مشاكل نتيجة إن القيم هتكون مختلفة في الفيكتور. طيب المين كونسبت اوف سي ان ان ده بيجي عليها سؤال. بيجي فيها سؤال الحتة دي. أول حاجة لوكال ريسبتيف فيلد وتاني حاجة اسمها البارامتر شيرنج. دي بتيجي يا جماعة في المالتيبل تشويس. طيب اللوكال ريسبتيف فيلد اللوكال ريسبتيف فيلد ده مقصود بيه يا جماعه؟ مقصود بيه ان في كورليشن among اللوكال بيكسلز اوف ان ايمج ار كلوزر ذان ذات among بيكسلز ذات ار فار اواي. يعني كانه كده بيهتم بريجنز معينه في الصوره. تمام؟ وده الفكره ذا ايديا اوف سبارس كونكتيفيتي هي دي اللي بتعمل الكلام ده. ايه السبارس كونكتيفيتي دي يا جماعه؟ مش احنا لما بنيجي نستخدم كيرنل بيكون مثلا 3 في 3 ولما نطبقه على الصوره بيطلع لي دايمنشن اقل من الانبوت ايمج. فهو ده المقصود ان احنا بناخد اماكن معينه او فيتشرز معينه مش كل الفيتشرز لا احنا بناخد لحاجات معينه خاصه باجزاء معينه من الصوره دي اللي فيها الامبورتنت فيتشرز عشان كده بيسموها ايه لوكال ريسبتيف فيلد. ان كل نيورون ما ها بيقول لك ان اونلي نيد تو كولكت لوكال انفورميشن يبقى كل نيورون محتاج ان هو does not need to collect global information of an image. لا هو محتاج ان هو يكولكت local information الخاصه باجزاء معينه من الصوره. طيب البارامتر شيرنج وان اور مالتيبل فلترز may be used to scan an input image. احنا ممكن طبعا ده اللي بيحصل ان احنا ما بنعملش ما بنطبقش فلتر واحد احنا بنطبق اكتر من فلتر. وبالتالي the parameters of a filter are weights طبعا اللي هي القيم اللي موجوده في الفلتر دي عباره عن weights بتنضرب في قيم البيكسلز. In a layer scanned by filters each filter uses the same parameter to perform the weighted calculation. The weight sharing means that when each filter scans the entire image the filter parameter values are fixed. يبقى يعني القيم بتاعه الفلتر بتكون فيكس. فور اكزامبل اف ذير ار 3 فيتشرز فلتر. تمام؟ لو انا عندي ثلاث
انواع من الفلترز مختلفه. اتش فلتر سكانز ذا انتاير ايمج يوزنج ذا سيم بارامتر فاليوز. لو هو بيستخدم نفس البارامترز ده معناه ايه؟ معناه ان في بعض الفيتشرز او بعض الويتس شيرد ما بين الفلترز دي وبعضها. فده المقصود بالبارامتر شيرنج. تمام؟ فدولت المين كونسبتس اللي موجودين في السي ان ان. اللوكال ريسبتيف تاني از يوز تو اكستراكت لوكال ديتيلز. زي ما احنا قلنا اتش نيورون بيحتاج ان هو يكولكت اللوكال انفورميشن الخاصه بيه. امبلمنتيشن ميك ذا كيرنل ماتش سمولر ذان ذا انبوت ايمج. عشان نعمل له امبلمنتيشن لازم نستخدم الفلتر سايز يكون قليل. ماشي. هو مميزاته ايه؟ بيريديوس الميموري ريكويرمنت وبيسميت النيورونز ان ذا فيجوال كورتكس اللي هو تقريبا الفيجوال كورتكس دي الحاجات اللي هي في البصريات يعني. تمام؟ البارامتر شيرنج فيتشر از يوز تو امبلمنت بوزيشن انفاريانس. بوزيشن انفاريانس الامبلمنتيشن ان احنا نستخدم كيرنل ويز سيم بارامترز ويسكان مين الانبوت ايمج. بيعمل ايه الفايده بتاعته؟ بيمبلمنت بوزيشن انفاريانس يعني ما بيغيرش في قيمه البوزيشن وكمان بيرديوس الميموري ريكويرمنت. تمام. الاركتكشر يا جماعه خلي بالنا برضه عشان دي بيجي فيها سؤال. الاركتكشر بتاع السي ان ان في انبوت لاير كونفليشنال لاير في اكتيفيشن فانكشن ما تنساهاش في البولينج لاير وفي الفولي كونكتد وفي الاوتبوت لاير. تمام. ده طبعا الرسمه اللي بتوضح المكونات دي. الكونفليشنال لاير وظيفتها وبتعمل ايه؟ زي ما احنا عارفين ادي الكونفليشنال كيرنل او الفلتر اللي هو مثلا 5 في 5 في 3 في 6. يبقى انا كده هبقى طبقت 6 فلترز مختلفين ابدا ادخلهم على الانبوت ايمج يطلع لي الفيتشر ماب اللي ايه اللي قدامي دي عباره عن 28 في 28 في 6. ليه في 6؟ عشان طبقت ايه؟ 6 فلترز. تمام؟ الفيتشر اكستراكتد فروم كونفليشنال لايرز ويز ديفرنت ديبس. اول حاجه الانبوت ايمج بيكسل، بعد كده في ايدج تكتشر، بعد كده بارشل فيتشرز، بعد كده اوبجكت فيتشرز. دي المراحل اللي بتمر بيها الاكستراكشن بتاع الفيتشرز بتاعتنا. تمام. كونفليشنال لاير افكت ان ذا فيرست فيجر وي ذا ويتس اوف كونفليشنال لاير ار فيجواليزد. The second figure shows the local information of an input image generated by convolutional kernel. يعني بيديك عندي مجموعة من الصور وأنا بدخلها على convolutional layer الأولى اللي بيحصل ال convolutional effect بتاع layer 2 اللي بيحصل. يعني كل layer يعني لو لاحظتوا كده بتبدأ تextract حاجات معينة من الصورة. أهو ال layer الرابعة ال layer الخامسة. بعد كده البولينج لاير البربز بتاع البولينج لاير هو ريديوس ذا سبيشال سايز اوف ذا فيتشر مابس. تمام. الايمج بتبقى تو لارج انا عايز اعمل ريديوس عشان البروسيسنج باور والتايم والحاجات دي كلها تقل. في نوعين من البولينج، ماكس بولينج لما بيتطبق مثلا ايه انا طبقته على الجزئيه دي عندي 2 و4 و1 و5 لو ماكس يبقى اكبر قيمه فين؟ 5 يبقى هي دي الاوت. طبقوا على دول 3 7 4 6 يبقى اكبر قيمه 7 وهكذا. النوع الثاني اللي هو طبعا على لو انا شغلت سترايد واحد نفس الكلام. طيب الفولي كونكتد لير مش عارف هو ما جابش ليه المين بولينج مش مشكله. طيب الفولي كونكتد لير ده بيبقى كلاسيفاير. تمام. ده اللي بيكلاسيفاي الايمج ده خلال. تمام. بعد طبعا ما بقى اعمل فلاتن. تمام. كونكشن بتوين كونفليشنال لاير والفولي كونكتد انت بتعمل ايه؟ بتعمل له فلاتن قبل ما تدخله، بتعمل له فلاتن زي ما احنا قلنا قبل كده. ده الكونفليشنال لاير كلها على بعضها. هنا بقى يا جماعه من اول هنا بدا الراجل يتكلم عن كونسبت مهم شويه وهو الترانسفير ليرنينج. تمام. يعني ايه ترانسفير ليرنينج يا جماعه؟ ايه رايك لو في شخص ما، تمام؟ هديك بس مثال عشان نوضح الفكره يعني. لو في شخص ما علمته تعليم يعني حاولت اعلمه حاجات معلومات عامه. خلاص؟ معلومات عامه في البيئه اللي حواليه، اي معلومات عامه علمتها.
بعد كده الشخص ده لو اخدته كده وبدات اعلمه معلومات خاصه بتوبك معين، مش هيكون تعلمه واستيعابه الوقت اولا الوقت المستهلك عشان اعلمه حاجه جديده او حاجه سبيشال هيكون اقل من الشخص الغير متعلم تماما. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجوده والكفاءه بتاعه التعلم هتكون بتاعته عاليه جدا. فده اللي بيعملوه في الايه، في الترانسفير ليرنينج. ترانسفير ليرنينج يا جماعه زي ما احنا شايفين كده، بقول لك ايه، انا عندي مثلا 1.2 مليون ايمج ليبلد، تقريبا 1000 كاتيجوري، تمام؟ يعني عندي 1.2 مليون صوره لحاجات مختلفه، كاتيجوريز مختلفه، تقريبا 1000 كاتيجوري. يعني عندي صور لاشخاص وصور لكاتس ودوجز ولايونز وحاجات كتير قوي، 1000 كاتيجوري. ايه رايك لو انا عملت نيورال نتورك كبيره كده ودخلت لها ال 1.2 مليون ايمج ديت اللي فيها 1000 كاتيجوري وعلمتها، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ثانيه واحده كده، دلوقتي احنا بنتكلم عن ايه؟ الترانسفير ليرنينج. فكرته جت منين يا جماعه؟ ترانسفير ليرنينج زي ما قلنا كده، لو انا جبت شخص وعلمته بحاجات عامه، تمام، وجيت اعلمه على حاجه خاصه، اولا التايم هيقل، التايم في ان انا اعلمه حاجه جديده هيقل، والبرفورمانس او الاداء بتاعه هيزيد، ومش هكون محتاج داتا، يعني مش محتاج بيج داتا. الداتا اللي انا هستخدمها معاه مش هحتاج ايه بيج داتا عشان ايه اعلمه تعليم مظبوط، تمام. لو انا جبت زي ما قلنا كده النيورال نتورك باي اركتكشر ايا كان الاركتكشر بتاعها، دي نيورال نتورك بسيطه كده يعني، وجبت 1.2 مليون صوره فيها 1000 كلاس مختلفين، 1.2 مليون صوره، تمام، تحت 1000 كاتيجوري يعني فيهم 1000 حاجه مختلفه، تمام، ودخلتهم كانبوت للنيورال نتورك ديت. ركزوا معايا بقى، الويتس اللي موجوده هنا والبايس، بايس 0 وبايس 1، البايس اللي موجود هيبدا ياخد قيم، تمام، ده الانيشال ليرنينج اللي حصل. طيب لو النيورال نتورك ديت، اولا انا كنت زمان لما لو تفتكروا في المستوى الاول كنا بنعمل ايه؟ بنعمل لها ايه؟ راندوم، ركزوا معايا بقى، انيشاليزيشن في الاول، صح ولا لا؟ راندوم انيشاليزيشن للويتس والبايس، وبعد كده لما بدخل الصور بتاعتي بيبدا بقى الويت والبايس يتعدلوا على حسب بقى اللوز فانكشن، وبيستخدم اوبتمايزيشن معين زي ادم اوبتمايزر مثلا او جراديانت ديسنت او ايا كان الاوبتمايزر عشان يقلل نسبه الايرور ما بين الاوتبوت اللي طالع والاوتبوت الحقيقي، والكلام ده كله احنا ايه عرفناه. فكنت بعمل راندوم انيشاليزيشن، فايه رايك لو انا جيت عملت انيشاليزيشن بالويتس والبايس اللي اتعلمت النيورال نتورك بيهم عن طريق الصور دي؟ هو ده ترانسفير ليرنينج، ان انا بنقل النولج اللي اكتسبتها النيورال نتورك من تعلمها على ملايين الصور، ان انا ببدا اعلمها على صور تحت كاتيجوري معينه، صور بقى لكات ودوج بس، صور اللي مش عارف لمرض معين، مش عارف ايه. فانا دلوقتي حليت مشكله ايه؟ ان التايم بتاع الليرنينج هيبقى قليل جدا نتيجه ان هي اصلا انيشاليزد بتعلم سابق على ملايين من الصور، البرفورمانس بتاعها هيبقى قليل، مش هحتاج ان انا اجمع بيج داتا من الصور عشان يبقى التعلم بتاعي دقيق زي ما احنا عارفين. فبداوا بقى يعملوا حاجات زي كده، في حاجه اسمها الايمج نت. الايمج نت ديت عباره عن ملايين من الصور، تمام، موجوده تبع جوجل بقى تبع اي شركه، وبداوا يعملوا بيها ايه؟ ليرنينج زي ما قلنا، تمام. بداوا بقى يعملوا
يعني ترانسفير ليرنينج اركتكتشرز مختلفه. تمام، مثلا حاجه زي الاليكس نت ديت مثلا بتستخدم الريليو دي، طبعا كانت 2012. ده عباره عن كونفليشنال نيورال نتورك متعلمه على ايمج نت، تمام، باركتكشر معين، يعني ليها عدد لايرز معينه وبتستخدم مثلا اكتيفيشن فانكشن معينه كده يعني. فهي عملت ايه بقى؟ استخدمت الريليو والاوفرلاب لابنج بولينج والداتا اجمنتيشن وحاجه اسمها دروب اوت عشان يمنع الاوفر فيتنج اللي هو بيقلل عدد الكونكشنز ما بين لاير للثانيه. دي حاجه تقريبا مش عارف قلناها المره اللي فاتت ولا لا، بس مش موضوعها دلوقتي. جاء بقى فيرجن ثاني من الترانسفير ليرنينج مودلز، يعني حاجه اسمها الفي جي جي. تمام، الفي جي جي ده بقى استخدم مثلا اركتكشر مختلف شويه عن الاليكس نت. تمام، استخدم مثلا كيرنل 3 في 3 واستخدم مثلا ماكس بولينج وحاجات بسيطه كده. تمام، وعدد اليرز بتاعته فيه منه فيرجن 16 وفي منه فيرجن منه 19 تقريبا. وفي اركتكشر تاني اسمه الجوجل نت، وفي الانسبشن اركتكشر ده برضو فيرجن من الجوجل نت. تمام، وفي الريز نت. تمام، اللي هي بتعتمد على الريزيديوال اركتكشر، اللي هو مثلا ايه، بيبقى عندك الانبوت بتاع لير معينه بتطبق عليه مثلا ريليو وتطبق عليه الخطوات بتاعه الكونفليشنال لير والبولينج والكلام من ده، فبيتغير بيبقى اف اوف اكس. فالريزيديوال اركتكشر بيقول لك ايه، خد الاكس معاك مع الاف اوف اكس، ده معنى الريزيديوال يعني. دي بقى اركتكشرز ايه مختلفه من نفس الايه الموضوع ده. تمام، في الاخر هي بتبدا بتتبع اللي احنا قلنا عليه اللي هو الكونسبت بتاع ترانسفير ليرنينج. طيب دلوقتي يا جماعه، ذا مين كونسبت اوف كونفليوشنال نيورال نتورك هو ايه؟ ايه المين كونسبتس بتاعتها؟ اللوكال ريسبتيف فيلد والبارامتر شيرنج فقط لا غير، انما الفول كونكتد دي حاجه ثانيه. الايمج ريكوجنيشن تاسكس كان بي كلاسيفايد انتو 3 لايرز. الايمج ريكوجنيشن لو تفتكر بيست اون ذا ابستراكتنس اوف ذا كونتنت اوف ذا تو بي بروسيد. زي الايمج ريكوجنيشن تاسكس ار از فولو فروم لو تو هاي ابستراكتنس. من اللو خالص يا جماعه ايه؟ من اللو خالص المفروض الايمج بروسيسنج، تمام؟ بعد كده الايمج اناليسز، بعد كده الايمج اندرستاند، ده الترتيب بتاعها. تمام، بكده خلصنا الشابتر 2 بتاع الايمج بروسيسنج.